إذا بعدما تحدثنا عن تجربة الغربة والضياع درس فيها الجاطي بعض مظاهر شعر الحداثة، فالفصل الثاني تجربة الحياة والموت هو استمرار لدراسة المظاهر الخاصة بالشعر الحداثة. إذا فمظاهر شعر الحداثة درسها الجاطي في فصلين، الفصل الثاني تجربة الغربة والضياع، والفصل الثالث تجربة الحياة والموت. إذا كما نعلم فالجاطي يقسم الفصل إلى مجموعة من المراحل. أولاً هناك بداية الفصل، ثم تجارب الشعراء في التعبير عن معاني الحياة والموت، ثم نهاية الفصل. إذا بداية الفصل أول شيء بدأ به النجاطي هو مفهوم تجربة الحياة والموت. إذا فإذا كانت تجربة الغربة والضياع مرتبطة بالواقع القائم، يعني التعبير عن الهزيمة والانتصار الذي خلفته نكبة فلسطين 1948، فإن تجربة الحياة والموت هي التفكير في طريقة مناسبة لتحويل الهزيمة إلى الانتصار، أو التفكير في طريقة الانتقال من حال الضعف والهزيمة إلى حال القوة والانتصار. إذا فالموت تعني الضعف والهزيمة، والحياة تعني القوة والانتصار. إذن هذا فيما يتعلق بمفهوم تجربة الحياة والموت. ثم حاول المجاطي أن يعطي مقارنة بين الشعراء المصريين وشعراء الحداثة فيما يتعلق بالحياة والموت. إذن فهو يقول أن الشعراء المصريين يفضلون الحياة السهلة، يبحثون دوما عن السعادة المطلقة، وهم ينفرون من الموت أو يعتبرون الموت نهاية يعني للشاعر ومحطة استراحته من المعاناة والألم. أما الشاعر الحداثي فهو ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فالحياة عند الحداثيين هي حياة المقاومة والصمود، أما الموت فهي يعني موت الحضارة، يعني لا يعترف الشاعر الحداثي بالموت إلا إذا ماتت الحضارة العربية الإسلامية، أما ما دامت هي مستمرة فنحن لا نعاني من الموت، لأن الموت عندهم موت جماعي وليس موت فردي، بل يدعونا إلى الموت وإلى النضال وإلى الصمود كي تحيا الحضارة والأمة، بالتالي هم ينظرون إلى الموت والحياة بطرق مختلفة، فالرومانسيون ينظرون إلى الموت والحياة بطريقة ما، ثم الحداثيون ينظرون إلى الحياة والموت بطريقة مختلفة. ثم هناك في بداية الفصل تحدث الجاطي عن عوامل التعبير عن معاني الحياة والموت، فقال يعني حدثت بعض اللحظات المشرقة في الوطن العربي أحيت الأمل في أعماق الشعراء، من بين هذه الأحداث تأمين قناة السويس بمصر، ثم كذلك إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، ثم الثورة المصرية، ثم استقلال دول المغرب العربي. هذه الأحداث المشرقة أحيت الأمل في أعماق الشعراء، فبدأوا يعبرون عن إمكانية الانتصار والانتقال من حال الضعف والهزيمة إلى حال القوة والانتصار. إذن ثم انتقل الناقد إلى الحديث أو أعطى أربع تجارب في هذا المجال. أعطى تجربة أدونيس تحت عنوان التحول عبر الحياة والموت، تجربة خليل حاوي تحت عنوان معاناة الحياة والموت، ثم تجربة مرة شاكر السياد تحت عنوان طبيعة الفداء في الموت، ثم تجربة الوهاب بياتي تحت عنوان جدلية الأمل واليأس. هؤلاء الشعراء الأربعة عبروا عن فكرة واحدة، هي كيفية الانتقال من حال الضعف والهزيمة إلى حال القوة والانتصار، إلا أن كل شاعر عبر عن الفكرة بطريقته الخاصة وبتوظيف مجموعة من من الأساطير. فمثلا أدونيس تحت عبر حياة الموت عبر عن هذه الفكرة في ثلاث مراحل، مرحلة البحث، ثم مرحلة التساؤل، ثم مرحلة التحول.
وللتعبير عن هذه الفكرة وظف مجموعة من الأساطير منها أسطورة طائر الفينيق ومنها يعني قصة المسيح عليه السلام ثم قصة تيمور ومهيار. قصة تيمور ومهيار حيث كان تيمور ينظر إلى القتل والديكتاتورية وكان مهيار يقاوم هذا القتل وهذا التصرف حتى انتصر في النهاية. تجربة خليل الحويري معاناة الحياة والموت. فخليل الحويري يرى أن سبب فشل الأمة العربية هو انغماس شعوبها في الغريبة وفي الملذات، ثم السبب الثاني هو فشل العلاقة بين الرجل والمرأة. إذا فشلت العلاقة بين الرجل والمرأة هناك فشل في الأسرة وبالتالي فشل في المجتمع. وهو يرى أن هذا الانتصار هو آتي ولكن سيأتي في المستقبل حينما تظهر أجيال مسؤولة مثقفة تتحمل المسؤولية بوعي أبدا ستقارن وتماضي ثم تحقق الانتصار. إذا فهو ركز على تضيف أسطورة تموز، أسطورة تموز للدلالة على الضمار والفراغ، ووظف أسطورة طائر الفينيق للدلالة على إمكانية الانبعاث والانتصار. ثم تجربة وضع شاكرس تحت عنوان طبيعة الفداء في الموت. وكذلك وضع شاكرس يقول كي ننتصر وكي تتحقق الحياة لا بد من التضحية، لا بد من النضال. فوظف قصة المسيح عليه السلام وكان يرمز للوطن العربي بقرية جيكون ويرمز لكل أعداء الأمة العربية بالخائن يهودا الأصخريوطي. الخائن يهودا الأصخريوطي هو يعني هذا يهودا الأصخريوطي من أتباع المسيح عليه السلام ومن حواليه، وهو الذي وشى بالمسيح في نهاية حياته وكان يعني سببا في إلقاء القبر على المسيح ثم صلبه وقتله. إذا حسب ما يقول لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لم يقتل وإنما رفع إلى السماء. إذا ثم آخر تجربة الإلهام البياتي جل اليد الأمام واليأس، فقد عبر عن تجربته في ثلاث منحنيات. منحنى الحياة، ثم منحنى الانتظار، ثم منحنى يعني الموت. هناك منحنى الأمل، هناك منحنى الأمل، منحنى الانتظار، منحنى اليأس. ففي المنحنى الأول هناك انتصار للحياة على الموت، وفي المنحنى الثاني هناك تعادل أو تساوي بين الحياة والموت، وفي المنحنى الثاني هناك انتصار الموت على الحياة. فعدو هذا البياتي كان ينظر إلى الأمر كالتالي، فكلما كان هناك نضال ومقاومة وصمود هناك أمل، وكلما توقف النضال وتوقف الصمود يأتي اليأس. وللتعبير عن هذه التجربة وظف مجموعة من الأبطال الأسطوريين مثل الخيال، مثل التموز، مثل السندباد، ووظف مجموعة من الأماكن والأوساط الأسطورية مثل نيسابور، إرمادات العماد وذلك. إذا أنتم ترون أن هؤلاء الشعراء الأربعة يتفقون على أن الانتصار لم يأتي إلا بالمقاومة والصمود والنضال، وبالتالي فهم يدعون إلى المقاومة والصمود والنضال، لكن هذه الدعوة لم تصل إلى الجماهير والقراء، والقراء لم يتفاعلوا مع هذه المظالم نظرا لمجموعة من الأسباب هي التي سنناقشها في نهاية الفصل. إذا ففي نهاية الفصل تحدث الجاطي عن عوامل عدم وصول المظالم الدولية إلى القرآن،
يقول بأن هذه النظرة النووية التي عبارة عن الشعرة لم تصل إلى القرى، نظرا للأسباب الآتية: أولا، هناك عامل ديني، يعني هناك مجموعة من القرى يخافون أن يكون في هذا الشعر ما يسيء للدين الإسلامي، فمثلا إذا قرأ قصيدة أما دنبل، القصيدة التي تحمل عنوان كلمات سبارتاكوس الطاهرة، فهنا الشعر يبدأ بالكلام الآتي: يقول المجد، المجد للشيطان، أول من قال لا في وجهي من قال نعم. فهذا الكلام قد يدفع مجموعة من القراء إلى النفور من هذا الشعر، لأن عندي الخوف في أن يكون في هذا الشعر ما يسيء للدين الإسلامي. العامل الثاني عامل ثقافي، بمعنى أن هناك شريحة من القراء لم تعترف أصلا بالشعر الحديث، فيقول ما بين الشعر والشعر العمود القائم على نظر الشطرين ووحدة وزن القافية أن هذا الشعر فهو شعر غير معترف به، وبالتالي يرفضون هذا الشعر مهما كانت محاولته التجميلية. ثم هناك العامل السياسي، العامل السياسي بمعنى أن الحكومات العربية والأنظمة العربية كانت تخاف من هذه المضامين الثورية، يعني فكانت يعني تضايق الشعراء. إما من خلال مصادرة دواوين ومنعها النشر، أو من خلال يعني نفي الشعراء أو اعتقالهم، هذا هو العامل السياسي. ثم آخر شيء هو العامل التقني، العامل التقني هو أن الشعراء الحنفية وظفوا تقنيات جديدة، تقنيات تعبيرية جديدة كالرمز والأسطورة والشصر الشعري، وهذا الأمر كان يعني جديدا بالنسبة للقارئ العربي، وبالتالي كان يشكل غموض في القصيدة الحدثية، يعني يقع القارئ القصيدة الحدثية ولا يفهم الغموض ولا يستوعب المعاني بسبب هذه التقنيات الجديدة. إذن عوامل عدم وصول النظرة الثورية إلى القراء تتجلى في أربعة عوامل: هي العامل الديني، العامل الثقافي، العامل السياسي.